في النجم تياترو مصر برحب بك معانا النهارده حبيبي. اهلا بيك، بارك لك على دورك في استاذ رئيس قسم ودورك الهائل والجميل. كلمنا برضه عن استاذ رئيس قسم وشركتك مع النجم عادل امام وفنان علي ربيع برضه زميلك. حبيبي اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. الحمد لله قدرت السنه دي اشارك في حاله عيش واستاذ رئيس قسم. الحمد لله كان حاله عيش دور شرير شويه، وحاله واستاذ رئيس قسم كنت دور كوميدي، كنت انا وربيع وكده. فالحمد لله يعني اللي انا كنت مركز في ان انا اقدم شخصيتين مختلفين في رمضان السنه دي. الناس متعوده انها تشوفنا في الكوميديا، كان نفسي اثبت نفسي في حته كده جديده، ففتحت في حته نص شر كده حلو. فالحمد لله يعني الناس اتبسطت، يعني الحمد لله. الكيمياء بينك وبين علي ربيع في تياترو مصر وشفناها في استاذ رئيس قسم، كلمنا عنها اكتر. بص، انا وعلي ربيع الحمد لله احنا اصحاب من 9 سنين، فاحنا حافظين بعض، فبقينا الحمد لله نوصل في وش بعض كده نضحك، يعني نعرف ازاي نوصل للإفيه. فالحمد لله ده بان في تياترو مصر وبان في المسلسل استاذ رئيس قسم. فالحمد لله يعني الناس يعني وصلت لها الكيمياء اللي ما بيننا، فالحمد لله يعني الناس بتتبسط. يعني مشاركتك مع الاستاذ أشرف عبد الباقي في تياترو مصر اديتك انت الاستفاده اللي استفدتها بمشاركه زمايلك مع استاذ اشرف عبد الباقي؟ كلمنا عنها اكتر والكواليس بقى بتاعت مصر. بص، استاذ اشرف بالنسبه لنا الاب الروحي بتاعنا في كل حاجه. استاذ اشرف هو اللي واقف جنبنا، هو ليه الفضل بعد ربنا ان احنا الناس تعرفنا في مده قصيره. يعني هو واثق فينا وعارف ان احنا شاطرين، فالحمد لله قدرنا نثبت نفسنا. فاحنا مكملين ان شاء الله معاه مسرح مصر مع قناه ام بي سي. هنبتدي من اول يوم العيد لمده 10 ايام، بعد كده نرجع كل اسبوع خميس جمعه سبت. فان شاء الله الموسم دوت يبقى احسن من المواسم اللي فاتت، والناس تنبسط فيه اكتر ان شاء الله يا رب. ناس كتير قوي اتكلمت تياترو مصر واتشهر تياترو مصر باسم تياترو مصر. الشهره دي هل ممكن تغيير الاسم مثلا ممكن الناس ما تعرفش؟ بص، انا ما اعتقدش، انا مش حاسبها كده. لو يعني انا عن نفسي لما بحب مثلا اتفرج على حد، مجموعة بحب اتفرج عليها واسمهم بلحة، فانا هدور فين بلحة دول اللي انا عايز اتفرج عليهم. بلحة بقى اسمهم ضفدعة، فهدور يا جماعة ضفدعة فين بقت خلاص. يعني احنا الحمد لله لو الناس اللي بتحبنا عايزة تتابعنا في اي مكان الحمد لله يعني هتدور علينا تلاقينا. فيا رب الناس اللي واثقة فينا وبتحبنا، اسمنا تياترو مصر، اسمنا مسرح مصر، اسمنا ضفدعة، الناس هتدور علينا ان شاء الله وهتجيبنا لو الناس بتتبسط لما هو مسرح مصر. ده اول سيزون ان شاء الله في مسرح مصر، هو الكرو كامل اللي كنا شغالين مع الاستاذ اشرف عبد الباقي حتى بالمخرج بكل الكرو. يعني ان شاء الله نبدا يعني بقوه زي السيزونين اللي فاتوا، وتبقى حاجه كويسه يعني للمتفرج، يعني يكون مستوى احسن باذن الله. هو المسرح بيبقى اللي هو ايه، في ود بين الناس، ده بيبان على المسرح بين الناس، يعني في الشغل والفرضيات والحاجات دي. هو الورق بيبقى جايد الاستاذ نادر بيكتبه، لكن كضحك وككوميديا هو عموما بيبقى يعني تبقى دي مسؤوليه الممثلين اكتر. يعني الفرضيات بقى بيبقى مثلا ربيع واسقس، بيبقى توته مثلا، كل واحد بيبقى ليه شغل مع حد بيقعد معاه بيقعد يظبط. ممكن وهو حد معدي بيلاقي حد فيقول له افيه ويمشي يكمل، مش في دوره يعني. فبتبقى الموضوع كله بيبقى كده يعني اكتر. بيبقى برحب بيك معانا النهارده، مشاركتك في السيزون الثالث لمسرح مصر. اهلا وسهلا ومنورين، الدنيا كلها منورينا. مشاركتك طبعا في السيزون اللي فات في تياترو مصر واشرف عبد الباقي، كلمنا عنه اكتر والكواليس بقى جوه. الحمد لله كانت الكواليس كانت حاجه جميله، وكان موضوع نجح بالنسبه لنا، وكنا مبسوطين، وكانت حاله جميله يعني الحمد لله. مشاركتك طبعا مع اشرف عبد الباقي، الاستفاده اللي استفدتها من اشرف عبد الباقي؟ اكيد انا استفدت جدا من المشاركه جنب نجم كبير زي استاذ اشرف عبد الباقي، لان هو حد يعني راجل بيسيب فرصه وبيسيب مساحه اللي جنبه، ما بيحاولش يغطي عليه. بالعكس، لما بيبقى في حد عنده حاجه بيسيبه يقولها وبيسيبه يعملها. فدي كانت فرصه كبيره ان احنا نقدم نفسنا بشكل كويس، بشكل الناس تحبه، بشكل الناس يعني تنبهر بيه ويقولوا ان الناس دي ممكن يكونوا نجوم بعد كده؟ يعني ايه الستايل الجديد اللي هتتم على غير تياترو مصر؟ في حاجه تاني غير تياترو مصر؟ لا هو دي فرقه بتقدم نوع من المسرح ده لقى نجاح عند الجمهور، احنا هنصر عليه. كل المساله ان احنا هنحاول ان احنا ناكد نجاح الناس اللي موجوده اللي اصبحوا نجوم وفرضوا نفسهم على الساحه الفنيه. هنحاول نقدم شويه تقنيات جديده، لكن تقنيات مسرحيه جديده، لكن مش من اول عرض، لان احنا لسه مستلمين مسرح جديد زي ما انتم شايفين تحت التجهيز. فهنحاول واحده واحده نبتدي نطور من مسرحيات، لكن الاساس هو الحفاظ على الكوميديا، زي ما بيقولوا كده اللي عليها شويه محاذير، عليه عندنا حاجات ما بنقرب لهاش. لازم يبقى المتفرج مش حاسس انه ممكن يسمع حاجه موسيقى، حاجه خارجه، وهكذا. ايه التقنيات اللي لازم تستخدمها؟ في تقنيات؟ لا، هنحاول نستخدم تقنيات اضاءه اللي نقدر نجيبه. اذا كان في افكت خدع مسرحيه نقدر نجيبه. المساله احنا حاولنا نعمل ده في الاثنين سيزون اللي فاتوا، لكن ما بنضغطش قوي عليه، لانه هدف المتفرج مش انه يجي يتفرج على تقنيات مصر. هدف المتفرج انه يجي يتفرج على حدوته بسيطه بتصير عنده الضحك، بيحب الولاد دول، عايز يتفرج عليهم من شكل قريب اكتر، مش من التلفزيون بس. فهو ده الهدف اللي احنا بنحاول نحققه في الوقت.